هنا في تجربة ستيفن للإشعاع، احنا عايزين نحقق قانون اسمه قانون ستيفن للإشعاع أو قانون القوة الرابعة للإشعاع، اللي بيقول إن كمية الطاقة الحرارية المفقودة من جسم أسود تتناسب مع الأس الرابع لدرجة حرارته. الجسم اللي عندي اللي هو الأسود ده هنستبدله بلمبة، اللمبة دي ليها فتيلة من مادة التنجستن. فتيلة من مادة التنجستن ديت في حالة التوصيل العادي لما تكون اللمبة مش منورة يبقى الفقد في الطاقة عن طريق التوصيل، لكن لما اللمبة اللي عندي بتنور يبقى الفقد اللي موجود عندي عن طريق ايه؟ واحد اللي هو التوصيل الكهربي، واثنين اللي هو الإشعاع الايه الحراري. عشان اوصل الدايرة ديت في عندي ريوستات، الريوستات ده له ثلاث اطراف، طرفين ثابتين ادي واحد وادي الثاني، وطرف متحرك اللي هو موجود هنا كده. الطرف المتحرك ده خارج منه سلكين، خارج منه ايه؟ سلكين. والطرف الثابت ده خارج منه سلك واحد، والطرف الثابت ده خارج منه ثلاث اسلاك. الطرف المتحرك اللي بيبقى موجود عندي فوق هنا بالمنظر ده كده اهو، هخرج منه ايه؟ سلكين. والطرف اللي تحت منه خارج منه سلك واحد، والناحيه الثانيه خارج منها ثلاث اسلاك. بظبط الاسلاك بالمنظر ده كده عشان ابقى عارف ان الثلاث اسلاك اللي خارجين من الناحيه دي رايحين للسوالب كلها بتاعه الدايره، وثلاثه اللي الناحيه الثانيين رايحين للمواجب كلهم بتوع الايه؟ الدايره. الثلاثه السالب اللي موجود عندي للوحده ده هيروح لسالب البطاريه، السالب ده دايما بيبقى لونه اسود اهو، سواء كانت البطاريه بالشكل ده او اي شكل تاني، كانت علبه خشب هتلاقي اللي مكتوب عليه اسود هتوصل بدايه بالسالب. والطرفين اللي مع بعض من المتحرك، واحد يروح لسالب الفولتميتر الاسود بتاعه، والتاني هيروح لسالب الايه؟ الاميتر. يبقى انا خلصت من السوالب اللي في الدايره كلها. الناحيه الثانيه هيوصلوا كلهم للموجب، واحد هيوصل لموجب البطاريه اللي هو الاحمر اللي موجود عندي هنا، وواحد هيوصل لموجب الفولتميتر اللي هو ده، والثالث اللي مكتوب عليه 3، يعني الموجب الفولتميتر اللي مكتوب عليه ايه 3، واحد هيوصل لموجب او لللمبه اللي موجوده عندي، واللمبه ملهاش موجب او سالب فبيوصل في اي مكان. خلصت الجزء ده هلاقي ان لسه في سلك واصل عندي بين اللمبه وبين الاميتر. هوصل في الاميتر الموجب اللي مكتوب عليه 500، مكتوب عليه كام؟ 500. في الحاله ديت الدايره اللي موجوده عندي هيبقى فيه جزء منها بيديني اضاءه وجزء ما بيدينيش ايه؟ اضاءه. امتى؟ لما بحرك الريستات. في الفولتميتر باخد القرايه ازاي؟ في الفولتميتر اللي عندي هلاقي عندي هنا فيه مفتاحين، واحد مكتوب عليه 3 والتاني مكتوب عليه كام؟ 15 اهم. لما ابص على التدريج اللي هنا هلاقي واحد نهايته 3 وواحد نهايته 15. لما اوصل في المكتوب عليه 3 يبقى اخد التدريج لنهايته 3، فبلاقي ان كل شرطه بواحد من 10. في الاميتر بوصل في الاميتر المفتاح اللي مكتوب عليه 500، وبلاقي التدريج اللي عندي واحد نهايته 100 وواحد نهايته 500، باخد على نهايته 500. ده متدرج 0 100 200 300 400 500، يعني كل شرطه بكام؟ ب 10. بغير القرايات من الريستات اجيب اربع قرايات واللمبه مطفيه، واربع قرايات واللمبه ايه؟ منوره. واعمل جدول بالمنظر ده كده اهو، يبقى انا جبت اربع قرايات واللمبه مطفيه واربع قرايات واللمبه منوره. لما تكون اللمبه المطفيه يبقى الفقد بس عن طريق التوصيل الكهربي اللي هو بيمثله لي الجزء ده في المنحنى، ولما تكون اللمبه مضيئه بيحصل فرق بين الاثنين، الفرق ده هو نتيجه الفقد عن طريق الاشعاع، بحسب الفقد عن طريق الاشعاع.